خش خش يجيب تعب اللي يمشطونه يا ليله يا الله طويل يتعب اللي يمشطونه والله يا عيال زانت النوم ما تكفو بس اهم شيء ما يجي لها قصه ابو نايف حقه نوم كان يا مكان في حديث الزمان وفي حاضر الوقت والمكان والزمان كان هناك قط كان هناك قط قرد قط يا غبي قط ايه المهم كان هناك قط حزين أقصى طموحاته كانت بقايا علبة تونة بقايا قوطي فراح عند نادر مر على بيت نادر لقاه يفطر الصباح تونة وشطه وجبن قال لا ذوقه تعبان أنا مستحيل إني أكل معه إيه قال الله يكرم النعمة ومشى فوصل عند صالح بلوي لقاه ياكل منسف الساعة 4 الفجر هشاف بعد برضو جوه تعبان لأن الوقت غلط إيه. هو ما ياكل دسم باخر الليل إيه تدري ماخذ حمية غذائية إيه فمر على ماجد آل الشيد لقاه منفس ما ياكل شيء قال الليل ذا بيزيدها علي ومشى إيه. فيوم وصل عند هادي هادي بالربعة إيه عزمه هادي بالربعة وأكل معه وأكرمه هادي بالربعة وعزمه ورفض هادي قال إن عندي أشغال وعندي ارتباطات فطلع القط طول الله عمرك من العزائم هذه كلها وقرر إنه يهاجر إلى قرية جد رصيدك معانا هالقط ولا سود ذا عشان لا شفته تم حطه إيه لا عشان ما يغثك في الأكل طيب بس أنت هتقصة إيه رائع عزائم توتة توتة خلصت الحد توتة على إيش نسيتها يا غبي كم نظرت فيها أنت نظرت في الكاميرا أكثر من متسابقين يا فالبراحة تهلي الله هو كان يهلي يا بس يلي جيت يا بس يلي جيت تبحث عن الزق الله أشهد أنك من كبار البسوسي الله لو كان رد الضيف يا كان رد الضيف في مقبل إكحاد لا في في